طاحت يا خويا كبدي والزم عليها بيدك وياها طاحت يا خويا كبدي والزم عليها بيدك وانت يا خويا عضيدي وانا يا خويا عضيدك وانا يا خويا شبيدي وانت يا خويا شبيدك كبدي انا المفتوتة وكبدك علي مفتوتة وحسينا صاب المطالب فينا أهل الغدر والحين والموت لازم منا من لا سهم بيصيب باقي سواد الليلة ونعش الأخوبة تشيله أين المنادي وحسنا وإماما وإذا بالباب تطرق من بالباب وإذا بصوت زينب بأبي وأمي قام الحسين يريد أن يفتح الباب وإذا بالإمام الحسن يقول أخي حسين اصبر هنيئة ماذا تريد قال غطي هذا الطشت لكي لا تراه زينب بأبي وأمي يا حسين شيل الطشت عني يا حسين شيل الطشت عني خواتك يا خويا يجني يريدن يشبعن شوف مني ويريدن يا خويا يودعني ويصيحن علي ويندبني دخلت زينب بأبي وأمي نظرت إلى حال أخيها سقطت عليه وهي تنادي وأخاه وأبا محمد كبد الحسن متقطع بسم المنية واصبح يعالج واصبحت زينب شجية دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده وعندها أخوه حسين دمعه فوق خده آمر أخي يشيل طشت بيه كبده شيل الطشت لا تشيل الهاشمية شيل الطشت خاف الوديعة تشوف كبدي وخافي تحنو من بجاه يزيد وجدي هذه وديعة والدي حدر وجدي ما اقدر اشوف دموعها على خدها جري وإماما استقر المجلس هادي زينب نظرت وإذا تشوف طشت مغطى قالت ما هذا الطش تحس قلبها بالألم توجهت ناحية ذلك الطش ما انكشفت ورأت المصيبة رأت قطعا من كبد أخيها صاحت وأخاها حسنا أراد أن يصبرها ماذا قال لها هذا طشت ولكن ترين طشتين أعظم على قلبك يا زينب شنو هذا الطشت ها طشت ترين فيه رأس أخيك الحسين أين المنادي وحسينا وإماماه
لطمت على رأسها أنا الحزن دهني وأنا الشاهد الطشتين كبد الحسن واحد بيه واحد بيه راس حسين.